يلا نروح نبدا فقرتنا الاولى ومعلومه على الماشي. الخبر معانا عنوانه مسنه تركيه ترتدي الفستان الابيض بعد 70 عاما من الزواج. يكسر مرار الانتظار. الصحف التركية والسوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم امبارح عن قصة السيدة التركية ماتن اللي قدرت ان هي تحقق حلمها في ارتداء الفستان الابيض بعد 70 عاما من الزواج. الصورة ظهرت معانا دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك. هي هذه السيدة العجوز لما تزوجت كان عمرها 15 سنة. للأسف لم ترتدي الفستان الأبيض أو فستان الزفاف وقتها لأن زوجها كان فقير وكان لا يملك تكلفة الفستان. هذه السيدة والمرأة العجوز اللي بتبلغ من العمر 85 عام كان عندها حلم نفسها فيه وهو أنها ترتدي الفستان الأبيض. اللي حصل تحديدا واللي خلى الحدث ده يحصل يعني انه كان في عرس عندها في الحاره بتاعتها اللي هي ساكنه فيها. حفيدتها تولاي او تولاي تقريبا النطق بتاعها التركي يعني. اللي حصل تحديدا ان حفيدتها سمعتها وهي بتقول انها حرمت من لبس الفستان الابيض بسبب ظروف زوجها الصعبه وكانت قدراته الماليه ضعيفه، ولكنها يعني الحلم ده فضل معاها طول الحياه. الغريب ان زوج هذه السيده توفي من سنوات ورغم ذلك حفيدتها قررت ان هي تحتفل بيها وتفرحها وتعمل لها زي حفله صغيره كده زي ما انتم شايفين في الفيديو في الصور وطلت بالابيض. المراه العجوز اللي انتم شايفين الفيديو والصور معانا على الشاشه دلوقتي وهي بترقص انجبت ما شاء الله 10 ابناء وعندها 28 حفيد وحفيده. الخبر انا شخصيا عمل لي حاله من النشوه والفرحه والسعاده. فكره ان هو الحلم ملوش عمر، يعني الحلم عمره ما بيتوقف عند عمر محدد. طول ما احنا عايشين بنحلم وطالما الحلم يعني مش يعني لا يخالف اراده ربنا، فبالتالي ايه المشكله ان احنا نحلم وفي يوم من الايام الحلم اكيد بيتحقق زي ما اتحقق دلوقتي مع هذه السيده العجوز الجميله اللي انا اتبسطت بروح الرحمه والانسانيه ما بين جيل الصغار وجيل الكبار.